أنا روع فلاح التميمي، عمري 13 سنة. مبادرتي اسمها روع التعلم الإلكتروني. مبادرتي نشأت من خلال الدورات اللي كنت أخذها مع مهاراتي، زادت الثقة بنفسي وزادت المعلومات اللي عندي، فصرت أعمل فيديوهات لصديقاتي. أنا عمر فلاح التميمي، عمري 15 سنة. أنا شريك لروعة بمبادرتنا، مبادرة روعة التعلم الإلكتروني. دوري بالمبادرة إنه أنا أمنتج وأصور. هاي الثقة صارت في من برنامج مهاراتي، كنا ناخذ معاهم ورشات عمل. زاد من ثقتي إنه أنا بقدر أصور، إنه أنا بقدر أعرض عزوم. فلما كنا ناخذ ورشات مع مبادرة مهاراتي، كانوا يعطونا مواضيع وكنا يعني نتناقش فيها. لفتت انتباههم في المعلومات اللي عندي، فكنت أبحث عن المعلومات، مثلا عن ماذا كانت الورشة وأعرف معلومات عن الورشة. فعجبتهم الفكرة وطرحت عليهم فكرة المبادرة. أنا سمر القدومي، مدربة معتمدة لبرنامج مهاراتي. هدف برنامج مهاراتي اللي هو صقل مواهب الشباب اليافعين من الفئة العمرية من 12 ل 24 سنة. اكتشفنا فكرة للشباب اليافعين العمر من 14 ل 16 سنة، فكرة روعة التعلم الإلكتروني، كونه إحنا الآن بفترة جائحة الكورونا وأصبح كل شيء عن التعلم عن بعد. اخرجناها على شكل مبادرة للفئة العمرية من 14 ل 16 سنة. انطلقنا للمحافظات الأخرى، أخذنا من معظم محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، وبعدين انطلقنا لبعض الدول العربية مثل الجزائر ومغرب ومصر واليمن. فأصبحت أنه هون إن صار عندنا عدد المشاركين للمبادرة 50 مشارك من اليافعين واليافعات، فقط عبارة عن إحنا كمدربة عبارة عن توجيه لأفكارهم وللتعليمات اللي هم بياخذوها. وإن شاء الله إحنا عمالنا بنشتغل عليهم أنه يكونوا كمدربين يافعين في الفئة العمرية اللي بتكون لهم.